على تمر هندي. افتح شباك للنور يا عادي والجاي كله راح يبقى وردي. انت يا برنجانة زغراتي يا برنجانة زغراتي يا برنجانة يا برنجانة زغراتي. ايه ده ازغرت على ايه يا اخويا؟ على خيبة بناتك؟ ان ما في واحدة منهم تقولي عنك يا ماما جاتهم القرف. يا وليه بقولك زغراتي؟ اقولك ارقصي يا برنجانة. كشك كشك بلا واكسة. ارقص على ايه يا مشمش؟ اشغلك شيك شك شوك شيك شك شوك عشان تشكشكي. يعني انا عايزة ترقصي ولا عايزة تزرغاتي؟ خلاص ازرغط انا قوي. يا لهوي خير يا ماما؟ في ايه اللي حصل؟ هنسافر بلاد برا هنسافر بلاد برا. يعني هتروحوا فين يعني؟ ها بلطيم؟ ها قول 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 بلطيم. ها انت بتفهمش بيقول لك بره. الواطي دايما يحلم حلم واطي زيه. ما تفهمنا يا مش بدل ما احنا زي الطرش كده في الزفه. بص يا ستي، الوزاره عندنا عامله اسبوع عشان يتبادلوا الاسر يعني بين الدول وبعضيها، ومعشان انا عيلتي عاليه اختاروني انا عشان ابقى واجهه للبلد. واجهه كتك واجهه يا مش انت اساسا وجهه عرق اجدعها بلد. انت اخرك وجهه عربيه كبده وسجق. مو عشان ملفظك الوحشه دي مش هاخدك معايا. يا بابا اسبله وسيبك منه خالص، خليك معانا احنا. ركز معانا احنا، قولنا هنسافر فين. طالعين الهند يا بنات. الهند؟ بتتكلم جد يا بابا؟ ناري نارين ناري من جماله، ناري نارين قلبي ايجاراله. شكلها هتلعب. انا اول ما احط يجلي في مطاعي الهند هيروح اشتهي زي الدابي فيلة عشان يتقي الشعي ويطوله. انا بقى طول مدة السفر هفضل قاعدة على باب تاج محل، نفسي الاقي حد يبني لي تاج كرومبا. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا منيل؟ منيل ايه؟ يا مدهون. ميري مانتي جمنا اتيري مانتي جمنا بورا جابوري سان جمير اهين 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 اهين. انا بقى فصلت الطقم ده مخصوص علشان اشرفكم في الاوساط العالمية. ها ها يا مشمش انا جاهز. قولي بقى هنسافر امتى؟ ها قول.
هما مين دول اللي هيسافروا امتى يا عم مشمش؟ ده في المشمش يا حمص. انا قلت انا وعائلتي بس. انت مش على طول تقول لي غور من وشي يا اخي. الاخ ده بقى قريبك ومن الدرجه الاولى. ها انكر بقى. صحيح. طب غور يا اخي من وشي بقى. لا 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 مش كده امال يا مشمش. الموضوع اكبر مني ومنك. ده مش وقت الخلافات الداخليه. احنا بقى رايحين للخارجيه، وعشان كده لازما ولا حتما ولا بد نطرش صورتنا الحلوه قدام العالم الوقيع اللي بره. احنا هنا بقى بنتكلم في سمعه بلدنا، وبلدنا مش شويه مشمش. نطرش يا اخي، ده اللفظ ساعد يا اخي. الله، ايه نطرش دي؟ يعني بتستندل معايا مشمش ومش مقدر اني سلدت ايديا من كل اعمالي ومشاريعي كتير قوي عشان اشرف بلدي. يا حمص، لو انت عايز تشرف بلدك بجد اضرب نفسك بالنار. سلطة بلدي، سلطة سلطة بلدي. بنات الأعزاء، برنجانتي المخللة، قصدي برنجانتي الغالية مراتي، من هنا لغاية آخر الشهر أنا عايز معسكر مقفول هنتمرن فيه إزاي نكون وجهة لبلدنا. مش عايز شرشحة، مش عايز لمادة، فاهمين؟ هنتمرن. هنتمرن نعمل إيه؟ هنلف بالعلم حوالين السفرة؟ لا يا فلحة، يعني لما نلبس نلبس لبس بلدنا، لما نسمع نسمع أغاني بلدنا، ناكل ناكل أهل قصدي ناكل أكل بلدنا. يعني من هنا لآخر الشهر يعني هنقضيها فل؟ ما تقلقش يا بابا، من هنا لحد ما نسافر مش هشغل غير فن شعبي وبس. يا سلام عليك، هي دي هي دي بنتي اللي فهمتني وهتشرفني. قوليلي بقى يا كرومبا، هتغني ايه؟ هسمع البانجو مش بتاعي والله بريء يا بيه، البانجو مش بتاعي والله بريء يا بيه، والله بريء يا بيه. ايه؟ لا كده هنتقفش في المطار. بقولك اغاني تبعبر عن بلدنا، اغاني احس منها بنبض الشارع. يعني يا ستي زي اغنية ايه؟ اديها ريال يا مشمش. دي مين بيغنيها دي؟ امكم يا ما غنتها لي. اسمعوا بقى الكلام الهايف، قصدي الهاتف، يوه الهادف بالدال اهو. اديها ريال يا مشمش، اديها ريال يا مشمش، اديها ريال وبوسة هتجيب لك لحمة وكوسة، والباقي تجيب بيه فاكهة وانت الكسبان يا مشمش. يا عيني يا عيني يا عيني، ايه الحلاوة دي يا مشمش؟ مشمش مالك يا اخويا؟ ايه يا بابا مالك؟ هو السفر اتلغى ولا ايه؟ ما تنطق يا راجل. لا بناتي يا حبايبي، السفر موجود والورق مظبوط. الوزارة قالت ان كل اسرة من الاسر اللي طلعين السفرية دي يبقوا عبارة عن اتنين، الاب والام، ومعاهم بنت واحدة بس. ايه؟ وانت سكتينهم؟ مش تفاصل معاهم يا راجل؟ افاصل ايه يا برنجان وانا بشتري بطيخة؟ الله، طبعا يا حبيبي انت هتاخدني انا. يا سلام يا اختي، بابا الحنين القمر البطل العظيم اللي قاعد في وسطنا اكيد هياخدنا انا. نعم يا دنايا، ده انت هتتقطعي النهاردة، ده اللي يصدق لقمتي يدوق عدتي. ايه ده ايه ده، انت شايفة نفسك كده ليه؟ هو انا كمني حنينة شوية يعني هتستقرضيني؟ ده انا هرقشك بسناني. يا طبعا اللي حصل ده ما يطمنيش على صورة البلد. ده انا لو واقف بحجز في خناقة ما بين سواقين ميكروباص كانوا احترموا على الاقل كلمتي ووقفتي بينهم. يا بابا ما هي اللي بدأت وعيمتني من دياعي كمان. يا سلام يا اختي، ما انت جبتيني من شعري ونطيتي فوقيا وقعدتي تظرفيني بالبواني واللكوميات في وشي. وانت يعني اللي حنينة اللي فينا؟ ما انت عيصتيني عيصة الام المفتعية. وايه بقى يا بنت قرصة الأم المفترية دي بقى إن شاء الله؟ يا سيدني من لباليبي يا ماما.
تستاهلي تستاهلي. يعني ايه لبليبة برنجانة؟ ركز يا مش معايا في اللي انت بتقوله. طيب انا كنت عايز اقول يعني ان اللي حصل ده يلط سمعتنا بره، واحنا مش عايزين نسافر ملطوطين لمؤاخذة، ولذلك هيتم تقييم بنات مش وهيخضعوا لمراقبة مشددة. انا واثقه في قدراتي واللي خايف ينسحب. بصوا بقى، احنا هنختار لنضف والاشطر وصاحبه الاصابع الذهبيه في تنظيف المواعين عشان اطمن على ان صورتنا بره هتبقى بتشف وترف. طبعا يا بابا. بقول لكم ايه، انتوا طيرتوا الحجرين، قصدي بصوا انتوا صدعتوني، عاوزين نشرب شاي برنجان. لا والله ابدا، ده انا اللي هعمل الشاي بنفسي وهجيب لك حاجه للصداع يا حبيبي. خلاص يا بنات يا بنات، خلاص سيبوا ابوكوا بقى. يسيبوا ده ايه، لازم يخلص الشاي كله. خلاص الحقوني الاسعاف برنجان. سلطه بلدي. الحقني يا مش. ايه في ايه؟ هبوظوا جرس الباب. اقفل الباب بسرعه، داروني احسن. بيجروا ورايا. هما مين؟ ما تخلص وتقول فيه ايه؟ ايه اللي حصل؟ قصدي انا قلت اروح اقابل المدير اللي عندك علشان يعرف اني خير من يمثل البلد، ويسيبوا بقى من العالم الرمم اللي زيكم اللي هيعرونا ويعروا اللي خلفونا ويجرسونا بره. بره يا واطي. استمر بس، ما تتسربعش كده، ما انا معرفتش قابله، الفراش منعني. يستاهل، اديك رجعت افاك يا قمر عيش. ليه؟ لو انت فاكرني بقى سكت للفراش يعني ولا سكت له؟ لا، ده انا لبست زهرية الزرع في قرحته، عملت تنج، وبعدين سحلته من رجليه من الدور العاشر لحد ما نزلنا على الارض. اسانسير كان عطلان، وانا بقى محبش اتخانق في ادوار عليا، بدوخ، عندي فوبيا. الله يخرب بيتك، يعني جبت لنفسك مصيبة؟ دي قضية يا لا لا لا، ما تقلقش، هو انا اهبل او ما نهربت. طب الحمد لله، انت لو كنت اتمسكت وعرفوا انك انت تبعي كنت هروح في 60 داهية. طبعا كانوا هيلغوا السفرية. لا ما تقلقش، ما عرفوش اني قريبك خالص، لاني لما عكشوني وقفشوني وقالوا لي اسمك ايه، قعدت افكر اقول لهم اسمي الحقيقي. لا، ما انت عارف ان انا ابو الفقاقه، قلت لهم ايدك منك ليه، ده انا مش ابو نوه، موظف معاكم في الوزاره وطلعت فكيك جريت منهم. افندم، يعني بوظت لنا السفريه وجبت لنا قضيه. انا اعتقد ذلك. وانا اعتقد انك انت لازم تنضرب بالشبشب. شبشب ايه؟ داني عايز اسلقك في حلة. بنات ارزعوا شباش. سلطة بلدي، سلطة بلدي، سلطة بلدي، الكل حاسسها لامسها شايفها عارفها فاهمها حافظها فاسها، ومين يتمنى السلطة تكون في بلدي. سلطة بلدي، سلطة بلدي. مش ممكن يوم تزرع ياسمين وتلاقي كرفس، والناس بتكون ماشيين قدامه بنجري العكس، وتقاوح ولا يوم تمشي سليم، وتغالط قلبك والتعليم، وتشكك في الناس الفاهمين، وبتمشي في كل طريق ممنوع، وكمان تضرب لي كلاكس. سلطة بلدي، سلطة بلدي، عيب ان انت تكون غلطان وتشوف الصح، وياك تتحسر على اللي زمان كان حلو ده، وتفكر ان الوقت خلاص وتحط الرجل مكان الراس، وعلينا تفرج كل الناس وتقول راح نعمل ايه، ما
خلاص ما السلطة في بلدي. سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي. فكر في الحل وسيبك من شغل التقفيل، هتلاقي الحلم حقيقة وكله هيبقى جميل. في الضلمة هتصبح ضي ونور، والصحرة هتطرح أحلى زهور، وهتعرف إن بقالك دور ولا عمرك تاني في يوم هتدوق السلطة في بلدي. سلطة بلدي سلطة سلطة بلدي.